الآن نذهب إلى مظاهرات حاشدة لا تزال قائمة في قضاء الحسينية ببغداد، وذلك بسبب تدهور الواقع الخدمي والإهمال الحكومي للخدمات المطلوبة على جناح السرعة في القضاء. بعد ذلك وللضغط على الحكومة الحالية، أهالي قضاء الحسينية قاموا بنصب خيام الاعتصام وقالوا إنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم. طبعا هذا أول شادر راح ينصب ببركة الصلاة على محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد.